الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. الاهلي اخيرا بيفك عقده ملعب محمد بن زايد. الاهلي بيكرس عقده باتشيكو، فوز في 3 نهائيات، الاولى كانت في نهائي دوري ابطال افريقيا، ثم بطولتين على حساب بيراميدز، الاولى في نهائي كاس مصر والثانيه اليوم بالتتويج بالسوبر ال13 للنادي الاهلي. الاهلي يحقق فوزه الثالث على التوالي على بيراميدز للمره الاولى مع مارسيل كولر. الاهلي النهارده بيحقق البطوله ال13 من 20 بطوله. الاهلي وصل هيمنته المحليه في الموسم الحالي بعد التتويج ببطوله كاس مصر، بعد تصدره الدوري بفارق عن فريق فيوتشر وبيراميد الثاني وثالث الدوري مع أفضلية 5 مباريات. الأهلي بيصل إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، مكاسب عدة حققها الأهلي اليوم بعد الفوز على بيراميدز، مكاسب عدة تحسب أيضا لمارسيل كولر اللي لأول مرة، كل مرة بأثني على مارسيل كولر، النهاردة كمان هقول إن مارسيل كولر محظوظ في تدريبه للنادي الأهلي. 189 يوم كانت هي كل تاريخ مارسيل كولر التدريب، 3 بطولات في 189 يوم يساوي 3 بطولات في كل تاريخ مارسيل كولر. الفوز بمرتين بالدوري السويسري مع سانت جالن ومع جراسوبرز، والفوز بكاس سويسرا مع بازل في 2019. النهاردة في 189 يوم بيقدر ياخد 3 بطولات مع النادي الاهلي، بطولتين السوبر على حساب الزمالك وبيراميدز، وبطولة كاس مصر على حساب بيراميدز. محمود مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهير النادي الأهلي.